بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس 28 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب العشرة رضي الله عنهم للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في كتابه ورسله. قال رحمه الله: كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لبيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسله. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقومون بكتابة الوحي له، وكذلك كتابة الرسائل التي يرسلها للملوك ولغيرهم لدعوتهم إلى الإسلام. ويلاحظ أن من الكتاب الذين كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء كلهم كتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثرهم وألزمهم للكتابة ومداومة على ذلك معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت كما ذكر هذا المصنف رحمه الله. لماذا هؤلاء الكتاب؟ هذا يتعلق بأمر شرف الله به نبيه وخصه به، وهو من معجزاته وآياته الدالة على صدقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وبعث في أمة أمية، فكان لا يقرأ ولا يكتب. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب في الجاهلية كان فيهم من لديه اطلاع على كتب أهل الكتاب، كانوا يمارسون الكتابة والقراءة، منهم ورقة بن نوفل وغيره من هؤلاء الذين لهم اطلاع على كتب أهل الكتاب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب لقال الناس: هذا أخذ كما أخذ غيره من كتب أهل الكتاب، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمر الثاني أنه ليس بشاعر، كما قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لأن هذا الكلام المعجز الذي أتى به قد يشتبه على الناس أنه شعر، وقد قال بعض العرب أنه شعر،
وإن كان المنصفون منهم أقروا بأنه ليس بشعر وأنه لا يشبه الشعر، ولهذا تحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله وما استطاعوا. والعرب كانوا أقدر الناس على الشعر، ولهذا كان لهم سوق عكاظ كانوا يتنافسون في الخطابة والشعر لعنايتهم بهذا الأمر. قال العلماء من حكمة الله أن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يتعلق إعجازه بما يحسنون، فالعرب كانوا يحسنون الفصاحة والبلاغة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب، وما عرف العرب أحدا في فصاحته وفي بلاغته مع أنه ليس بشاعر، كما بعث موسى وكانت آياته من جنس ما كان يحسنه قوم فرعون وهو السحر. فهذه من الآيات العظيمة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي وهو ليس بشاعر، فما بقي هناك شبهة يتمسك بها من ينكر القرآن، فهو ليس من أهل الكتاب وليس بشاعر، والذي أتى به هو أمي. لكن لنا وقفة هنا، لأن بعض المسلمين يفهم هذا الإطلاق وهو الأمي على غير وجه، وقد يظن بعض الجهلة أن الأمي هو الجاهل، بل يسود هذا في الناس. هنا لدينا ثلاث مصطلحات: أمي وعامي وعالم. العالم هو الذي حصل العلم ويقابله غير العالم، ولذا قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا يقابل العالم الأمي، فلا يقال الناس على قسمين: علماء وأميون أو علماء وعامة. لو رجعنا إلى مصادر اللغة للبحث عن معنى كلمة أمي وعامي، قال علماء اللغة: الأمي هو الذي نسب إلى الأم، قالوا وكأنه بقي على ما كان تلقاه من أمه، يعني لم يتعلم كتابه ولا قراءة. هذا من حيث الأصل اللغوي، ثم أصبح يطلق في اصطلاح الناس، بل جاء في النصوص إطلاق الأمي على الذي لا يكتب ولا يقرأ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. كتابة معروفة، والحساب حساب الفلك، فقال نحن أمة أمية، لم يقل جهلة، وإنما قال لا نكتب ولا نحسب. الأمي لا ينفع عنها العلم، لأن مدارك العلم كثيرة، ومن أعظمها وهو أبلغ من الكتاب الحفظ، ولهذا الآن من كان علمه في صدره فهو أفضل من الذي علمه في كتابه. كان العلماء قديما يحذرون من أصحاب الكتب ومن أصحاب الصحف، النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته أنه أمي وهو سيد العلماء،
ولذا قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوصفه الله عز وجل بالأمية وهو يعلمهم آيات الله ويزكيهم، يعلمهم آيات القرآن ويزكيهم ما فيه زكاتهم، ويعلمهم الحكمة، فهو حكيم، فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يعلم الحكمة إلا حكيم. فإذا هو سيد العلماء وهو الحكيم المعلم، وهو خير معلم عليه الصلاة والسلام، كما شهد بهذا أصحابه رضي الله عنهم. مصطلح عامي في اللغة العامي ينسب إلى العموم مقابل الخصوص، فيقال هذا من الخاصة وهذا من العامة، فالذي اختص بشيء يقال من الخاصة، ولهذا يطلق على الخاصة العلماء لأنهم اختصوا بالعلم، ويطلق على الخاصة الأمراء لأنهم اختصوا بالولاية سياسة الأمة. في مقابل هؤلاء يقال العامة، لكن لا يلزم أن يكون العامي جاهل. وإطلاق الناس اليوم العامة على الجهلة هذا من باب التجوز، وإلا فليس كل من لا يقرأ ويكتب هو جاهل وغير متعلم. وأنا أذكر دليلا من كتاب الله على هذا الأمر. الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن كما قال العلماء هي أداة حصر تدل على حصر المعنى في المحصور وعلى نفيه عن غيره. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله عز وجل يثبت أن الخشية هي في العلماء. هؤلاء الذين نسميهم عامة وجهلة فيهم كثير من أهل الخشية والمراقبة والعبادة ما ليس في من يقرأ ويكتب، وكلكم يعلم هذا. فإذا هؤلاء علماء وليسوا جهلة، نعم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن الوصف بالأمية لا يستلزم الوصف بالجهل. وإن كان الناس ساد فيهم اليوم أن يطلق العامي على غير المتعلم، وهذا لا بأس به، لا مشاحة في المصطلح، كما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الحذر من التصرف في الأمي الذي هو لقب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، والحذر من أن ينسب إلى الجهل. فهذا معنى أنه أمي عليه الصلاة والسلام، كما قال: لا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولكنه سيد العلماء. ولهذا كان اتخذ كتابا يكتبون له الوحي ويكتبون له الرسائل التي يرسلها للملوك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. نعم، هنا بين المصنف رحمه الله
الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعونهم إلى الإسلام. ذكر القاضي عياض رحمه الله نقلاً عن الواقدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في المحرم سنة 7 6 نفر، وأصبح كل واحد منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليهم. ومن هؤلاء، وهؤلاء الستة ذكرهم المصنف هنا، ومنهم عمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي ملك الحبشة، واسمه أصحم، وكان نصرانيا وعلى علم بالكتاب، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعظم كتابه، كان على عرشه، فلما أعطي الكتاب وقرأه نزل من على عرشه تعظيما وتوقيرا لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه وأسلم وحسن إسلامه، وشهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال: مات أخ لكم أصحمة، فصلى عليه، فقال المنافقون: يصلي على علج من علوج النصارى، لأنهم لا يعلمون إسلامه. فكان من الملوك الذين أسلموا وأحسن للمسلمين عندما هاجروا إليه، وكان من العقلاء الحكماء الذين آثروا الإسلام على إرضاء قومه رحمه الله تعالى. لكنه لم تثبت له الصحبة، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقاه على الصحيح. بعض العلماء قال يراه، واستدرك بعض أهل العلم قالوا أن الأعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن يلقاه، فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو صحابي. فأصحمه رحمه الله لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات على الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. نعم، من الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وهو من أجمل الناس، وكان جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل كثيرا ما ينزل في صورة دحية الكلبي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه إلى قيصر ملك الروم، ودحية هو ثاني الستة الذين ذكرنا النقل عن القاضي عياض عن الواقدي أنهم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد، وكل واحد منهم أتقن لغة القوم الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فمنهم دحية الكلبي. بعثه إلى قيصر ملك الروم، وكان أشهر الملوك في ذلك الزمن قيصر وكسرى، قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وعرفوا صفته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم على ذلك، فآثر الملك على الإسلام. وسأذكر قصته في نهاية الحديث في مقام العبر كما رواها البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله:
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه وملك قومه. ثم بعث عبد الله بن حذافة السهمي وهو ثالث الستة إلى كسرى ملك فارس، فلما أعطي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه وغضب غضبا شديدا وقال: يكاتبني بهذا وهو عبدي؟ لأن هؤلاء فيهم علو، والفرس كانوا يعتقدون ألوهية ملوكهم، ولهذا لما مات كسرى جاء رجل من فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربي قتل ربك، إن ربي قتل ربك، لأنهم كانوا يعتقدون ألوهية وربوبية ملوكهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: مزق الله ملكه. وقال في ملك الروم لما عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت الله ملكه، فبقي ملك الروم وتمزقت مملكة كسرى ولم يبقى لهم أثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الروايات أن كسرى بعث إلى بادان وكان أميرا له على اليمن وأمره أن يرسل اثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يأتي إلى كسرى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغاه بالأمر أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى قد قتل، قتله ابنه شيروين وأطرعه الله على ذلك، فرجع إلى بادان وحملهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بادان إلى الإسلام، فأسلم وأسلم طائفة من أهل اليمن مع بادان. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال: خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. ثم بعث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية، فقال: خيرا، وقارب الأمر، وأكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له هدايا كما ذكر المصنف هنا، قال: ماريا القبطية وأختها سيرين، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم ماريا لنفسه ووهب سيرين لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثقال من ذهب، وماريا القبطية وأختها سيرين وبغلة شهباء وثيابا وعسلا وطبيبا، فقبل الجميع ورد الطبيب وقال: إنا قوم لا نحتاج إلى الطبيب لأننا نأكل ولا نشبع، فبين أن الداء هو بكثرة الشبع، وأن من هديه ومن هدي أصحابه أنهم لا يكثرون من الطعام. فالمقوقس لم يسلم، وإن كان أكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا معظما له وموقرا له. نعم. قال رحمه الله:
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملك عمان جيفر وعبد ابني الجلندي وهما من الأزد، والملك جيفر، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي، وهذا ليس من الستة الذين بعثهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في ذي القعدة من سنة 8، فأسلم هذان الملكان. وجاء عن أحدهما أنه قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من يأخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب ولا يبطر، ويغلب فلا يضجر. ثم أسلم. وهذا من نضج هذين الملكين والأخوين، فعرف من صفة النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، وأنه لا يمكن أن يكون كاذباً وهو بهذه الصفات العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هودة بن علي الحنفي فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. من البعوث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من الرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم سليط ابن عمرو العامري رضي الله عنه إلى اليمامة إلى ملكها وهو هوذة بن علي الحنفي، فأكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلم، ومات على الكفر يوم الفتح. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر. من الرسل بعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي رضي الله عنه، وهو سادس الرسل الستة، إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك البلقاء في الشام، فهذا سلك مسلك كسرى وغضب، وزعم أنه سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقاتله، فمنعه قيصر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. نعم. بعث المهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن، ومعنى مقاولة اليمن مقاول هو لقب يطلق على ملوك الحمير، وهو من الألقاب المشهورة عندهم. قال بعض العلماء: مأخوذ من القول، وهو الذي إذا قال قولا نفذ ومضى، فيطلقون عليه مقاول، يعني إذا قال قولا فإنه ينفذ. نعم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوئ العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. أيضا بعث عليه الصلاة والسلام العلاء
ابن الحضرمي رضي الله عنه، وهذا عند منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، إلى المنذر ابن ساوي العبدي رضي الله عنه فأسلم رحمه الله، لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقومه هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون بوفد عبد القيس، وفيهم الأشج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فهؤلاء من قوم الحارث المنذر بن ساوي. ولما ارتدت قبائل العرب جاء في بعض كتب السير أنه ما بقيت أو ما بقي مسجد من المساجد إلا ارتد أهله إلا مسجد المدينة ومكة ومسجد أهل البحرين، فثبتوا على دينهم. قال رحمه الله: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، بعثهما إلى اليمن، وأسلم كثير من أهل اليمن، وبقي معلمين لهما إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة الرسل أو جملة البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمصار وإلى هؤلاء الملوك. نقف مواقف عبر عند الرسل وعند استجابة بعض الملوك من عدمها، ومن ذلك هرقل. هرقل بعث له النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي، وقد صادف قدوم دحية الكلبي إلى الشام أن أبا سفيان كان في الشام، فروى ابن عباس عن أبي سفيان هذا الحادث، وأن هرقل لما بلغه الكتاب قال: هل يوجد في الناس اليوم من يعرف هذا النبي أو من يدعم أنه نبي من قومه؟ فقالوا: نعم. فأتي بأبي سفيان وبمن كان معه، فقال لهم هرقل: من أقربكم منه نسبا؟ قال: أبو سفيان أنا. فقدمه عليهم، ثم أمر المترجم أن يبلغه وأن يجيبه عما يسأل عنه، ثم قال لمن وراءه: إن كذب فأخبروني. فيقول أبو سفيان رضي الله عنه: وأيم الله، لولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت. يعني كان يخشى أن يؤثر عنه الكذب ويعرف بالكذب، فيقول: لولا ذلك لكذبت، لكنه صدق. هنا يعني وقفة لطيفة ذكرها أبو سفيان لما قال له: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: قلت لا. ونحن معه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها، كان هذا بعد الحديبية. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها بشيء غير هذه الكلمة. يقول: لا ندري ما هو صانع. يقول: ما استطعت أن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء في غدر إلا أني أشرت إلى هذه الكلمة. قال: نحن معه في هدنة وما ندري ما هو صانع. هذا الرجل أبو سفيان كان ملك قريش وسيدهم، وهو معروف بالحكمة والعقل، فلو علم زلة للنبي صلى الله عليه وسلم لذكرها، لأنه يتحاشى الكذب. فما استطاع أن يدخل بشيء إلا قال: نحن معه في هدنة ولا ندري ما هو صانع فيه.
فيقول هذا الذي استطعت يعني أن أتمسك به. ثم قال هرقل بعد ذلك: إن كان ما تقوله حقا فإنه نبي، وإنه سيملك ما تحت قدمي. ثم كثر اللغط عند هرقل فأمر أن يخرج أبا سفيان ومن معه. يذكر الزهري ما حصل بعد ذلك، يقول: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له وقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت. يقال أنه جمعهم في مكان وأطل عليهم من شرفة وجعل بينه وبينهم أبواب حتى لا يستطيع أن يصل إليه، وجاء في بعض الروايات أنهم أرادوا قتله لما قال لهم هذا. ثم دعاهم وقال لهم: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه. قصة عجيبة فيها عبرة. هذا الملك عرف من خلال الأسئلة التي سألها أبا سفيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد قومه إلى الفلاح ودعاهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلوا منه ذلك وهموا بقتله. فلما عرف منهم ذلك آثر الملك على الإيمان وقال: إنما أردت أن أختبر شدتكم في دينكم، فمات على الكفر. جاء في بعض الروايات أنه أرسل مع دحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إني مسلم ولكني مغلوب، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا عبرة: أين ملك هرقل؟ أين ملك الروم؟ وأين هذه العروش؟ وأين الدنيا؟ ذهبت، وبقوا هؤلاء على كفرهم. وأولئك الذين آثروا الإيمان على الملك بقي إيمانهم واستحقوا بذلك دخول الجنة. في هذا عبرة: نحن معشر المسلمين اليوم كلنا آثرنا الإسلام على الدنيا، فلو عرض على مسلم اليوم الكفر لتمنى أن يموت من ساعته على الإسلام ولا يبقى في الأرض 1000 سنة وهو ملك من الملوك، هذا لا شك فيه. لكن هناك مسألة: إذا عرضت المعاصي وزهرت الدنيا مع الطاعة، كثير من المسلمين قد يؤثر المعصية على الطاعة، قد يقترض الربا وهو يعلم أنه ربا، قد يزني ويعلم أن الزنا محرم، قد يكذب وهو يعلم أن الكذب محرم. فهؤلاء ليسوا بكفار، لكن لهم نصيب من إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لاحظوا إلى هذه المعادلة العظيمة. قد يتردد الإنسان عندما يخير بين أمرين، أحدهما أفضل والآخر أبقى، فبعض الناس يختار الأبقى ولو كان قليلا، وبعض الناس يختار الأفضل. لكن إذا اجتمع الأفضل والأبقى ليس هناك مجال للمقارنة، فالآخرة خير وأبقى. هذه عبرة لنا أنه لا ينبغي لمسلم أن يعرض عليه أمران، أحدهما لله والآخر لغير الله، فيختار ما ليس لله عز وجل.
من العبر أن هؤلاء الملوك انقسموا إلى أقسام في الاستجابة لرسل النبي صلى الله عليه وسلم. من الملوك من آمن وآثر الآخرة على الملك، كما حصل للنجاشي وملكي عمان والمنذر ابن ساوى ملك البحرين. هؤلاء ثلاثة من الملوك أو أربعة كلهم آثروا الإيمان والآخرة على ملكهم. من الملوك من كذب وأساء في جوابه، كملك الفرس كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحارث الغساني الذي غضب وهم أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ملكهم وبقيت هذه الأوزار وهذا الكفر، وهم وقود للنار بهذا الاختيار والعياذ بالله. من الملوك من صدق وأحسن في جوابه ولكن منعه ملكه، كقيصر والمقوقس. هؤلاء صدقوا وعرفوا وأحسنوا في جوابهم، بل يقال إن قيصر وهو لقب لملك الروم وهو هرقل، يقال أنه أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في علبة من ذهب، وأمر الروم أن يحملوا هذا الكتاب في غزواتهم وفي جيوشهم، وكانوا يستفتحون به لعلمهم ببركة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال أن النجاشي لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم جعله في حقد من عاج، يعني في علبة من عاج، وكان يقول: لا يزال الحبشة بخير ما بقي هذا الكتاب بين ظهرانهم. من الملوك من صدق ولكنه طلب أن يجعل له شيء، كما حصل من هوذة بن علي الحنفي، فهذا صدق لكن طلب أن يكون له شيء وهو شاعر وخطيب، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات على الكفر. عبر يعتبر منها المسلم، فما كان لله يبقى وما كان للدنيا يذهب. ذهبت العروش وذهب الملك وذهب المال وذهبت القوة وذهبت الجيوش، ولم يبقى إلا ما لله. لنا عبرة معشر المسلمين في أن كل ما بذلت لله فهو باقي، وكل ما طلب من الدنيا فأنت مفارقه. سيذهب هذا المال الذي يكدس في البنوك ملايين، لا يقنع صاحبها بمال، بل يزداد في الربا وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس العمال حقوقهم والاعتداء على الأراضي وعلى الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم مسلما شيئا من الأرض ولو كان شبرا طوقه من سبعة أراضين يوم القيامة. فكيف بالاستحواذ على مخططات كاملة وعلى مربعات كاملة؟ ما يدري هذا المسكين ما الذي جنى على نفسه. ولهذا أنا دائما استحضر في نفسي أقول: ليس هناك شيء أعظم حمقا من المعصية. يعني لو نظرنا إلى واقع الأمر ليس هناك في الحمق أعظم من المعصية، ومع هذا نباشرها. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يصعد المنبر ويعظ الناس بكلمة بسيطة يسيرة ويتعظ الناس منها ويبكون ويتوبون. ماذا كان يقول؟ يقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين فإنا لحمقى، وإن كنا مكذبين فإنا لهلكى. يعني إذا كنا مصدقين وهذه أعمالنا وهذه ذنوبنا فهذا حمق، أن تصدق بالوعد والوعيد والجنة والنار
وكل يوم نرى فلان مات وفلان وضع في قبره يترحم الناس عليه ونحن نسلك هذا الطريق ولا نشك في الموت ولا نشك في البعث ولا نشك في الحساب مصدقون، لكن هذه حاله. قال إنا لحمقى وإن كنا مكذبين فإنا لهلك. إذا كان هذا تكذيب أصلا للحساب والجنة والنار والبعث فهذا هلاك بين. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.